اولا بسم الله الرحمن الرحيم، حنا كمجتمع مدني في قدماء اللاعبين ديال نادي الوداد الرياضي وقدماء اللاعبين ديال نادي الرجاء الرياضي جينا نحضر لهاد. كنت اولا ما ننساش ما دوزنيش فرصه باش نشكر الناس ديال الاداره السجون اللي رحبوا بينا، وحنا جينا دخلنا تاسفنا صراحه، دخلنا شفنا الوليدات الصغار تاسفنا واسفنا بزاف. حنا كنا في ديال الاطفال الصغار من 15 سنه ل 18 سنه كنشوف الوليدات، اكثريه ديال الوليدات المسجونين كلهم على الشغب، والشغب شغب الملاعب وداد رجاء هما اللي كاينين دابا هنايا، وليدات صغيرين وليدات ولاد ديورهم ونقيين. صراحه تاسفنا، كندوي معاك والله العظيم العينين مغرغرين بالدموع، لان بقوا فينا هاد الوليدات هادو، وليداتنا ومحسوبين علينا. وحنا كجماهير وداديه ولا رجاويه كلنا كنتمنى من اللاعبين اللي كاينين دابا، كيلعبوا في الوداد في الرجاء، يجيو يديروا زيارات هنايا ويشوفوا هاد الوليدات هادو. هاد الوليدات راه تشدوا على قبل بقى الفرق ديالهم الوداد والرجاء، مول علاش مجنودين. انا كنقول انايا هاد المسؤوليه كيتحملوها الجميع، ماشي غير كنحملوا مسؤوليه كتحمل الجميع، لان حنا كتشوف الوليد الصغير كيخرج ما كيلقاش فين يلعب، كيفرق غير يفرق في الملعب، وكيفرق الملعب بالشغب والمسائل. حنا كنقول لك انا حنا كمجتمع مدني كنقول للناس ديال الدوله المغربيه الله يجزيكم بخير، ديروا لنا فضاءات وديروا لنا لابيسينات وديروا لنا فين يخرجوا ولادنا يلعبوا. حنا ملي كنا صغار كنا كنمشيو للمدارس، كنا في المدرسه كنلقى لعبت الهون في المدرسه، لعبت الفوت، لعبت الباسكيت، لعبت كل شيء في المدرسه. حاليا دابا ما كاين حتى حاجه، المدارس تلقى مدرسه صغيره ما فيها تيلان ما فيها حتى حاجه، الوليد الصغير باغي يفرق وباغي يلعب وباغي يدير. عرفتي واحد 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 الفئه ديال من 15 سنه ل 18 سنه نجي نحللوها، هادي ما كيتعرضش حتى في العراسات ما كيعرضوش عليهم هادو، هاد الوليدات ما كيتعرضوا حتى بحاجه حتى حاجه، كيكونوا عائله غاديه ما كيمشوش لك الوليدات، ما مقبولين حتى في بلاصه، فين ما كيمشوش شي بلاصه كيجروا عليهم، وانا هادو هما هو الجيل دابا، الجيل ديال الغد هذا، هاد الوليدات راه ولادنا حنايا. كنقول انا من هاد المنبر الاحزاب ولا الجمعيات ولا كاع اللي كياخذوا المنح نديروا يد في يد ونزيدوا بهاد الوليدات الصغيرين هادو. هادو انا شفنا اليوم طاقات يعني رياضيه كبيره. راه بزمنهم يحضروا اختي، بزمنوا اي لعب بزمنوا يجي يحضر هنايا، لان الاداره ديال السجون دابا فاتحين لنا الباب، كيقول لك وقت ما بغيتوا تجيو مرحبا بكم. اش كتقول عليك؟ كتعلي الناس راه فاتحين لنا الباب، كيقول جيو دخلوا شوفوا جيو مرحبا بكم. انا كان الدور ديال اللاعبين دابا، اللاعبين ديال الوداد وديال الرجاء وحتى الفرق المغربيه كامله، كاع اي واحد عند شي مدينه فيها سجن خصهم يدخلوا يشوفوا، لان الاكثريه ديال الوليدات راه ولادنا حنايا ومشدودين على الكره، اكثريه مشدودين على الكره. دخلنا حنا كنشوفوا هذو الوليدات مشدودين على الشغب. عزمي واش ما كتشوفش ان الالترات كتحمل المسؤوليه؟ انا كنقول لك اسمح لي نتكلم، اسمح لي نتكلم معك انايا. جبتي لي الالترات، الالترات لها علاقه بهذا الشغب باش تكونوا فاهمين. الالترا واحد الالترا مخلوقه للابداعات، مخلوقه لتشجيع الفريق. اما الناس اللي كيديروا الشغب راه ما عندهمش علاقه بالالترا، اللي كنعرفوا اللي عنده الالترا خصو يطبق القانون ديال الالترا. طب القانون لا يطبق القانون ديال الالترا، الالترا ما فيهاش الشغب، الالترا فيها الابداع، فيها التشجيع، وفيها بزاف ديال الحوايج فيها. اما الشغب راه ما ديرش الالترا. كنهضروا على التاطير. التاطير صعيب باش تاطر، شوف تكون عندك اربعه الوليدات ما تقدرش تاطرهم. انا كنقول لك، شوف علاش كنقول لك علاش كنتكلم انا كنقول لك انا الدري الصغور خصو التربيه تبدا من الدار، وغادي كيمشي للمدرسه، عنده مسؤوليه، دارهم عنده مسؤوليه، غادي والمسؤوليه واكثريه كما قلت لك انا ما كاينش ملاعب، ما كاينش شي حاجه فيها يفرغ الانسان، ما كاينش فين يفرغ الانسان، كيمشي للتيران كيولي يدير شي حوايج. واكثريه دابا اللي ريحت معاهم دابا كندوي معاهم، دابا اللي كندوي معاهم يقول لك انا والله ما داير حاجه، شكون اللي داير؟ هذا هو المشكل. انا كنقول انا النداء للشباب ديالنا، راكم المستقبل ديال بلادنا، راه انتم هما البلاد، راه انتم هما المغرب ان شاء الله، انتم الشباب غتطلعوا غادي تهزوا لنا الرايه ديال المغرب. انا شفت قبيله الله الوطن الملك في النشيد الوطني، راه كيفاش قالوا الله الوطن الملك، انا والله العظيم اللي بكيت اقسم بالله عليهم. الناس راه وطنيين، فيهم طاقه رياضيه وكويريه، راه دخلوا داك الشيء، راه ربحوا الفرقه الاولى وربحوا الفرقه، راه كويريه، راه ماشي ولاد ديورهم كانوا رايحوا معاهم، راه دري كل شيء نقيين ولاد ديورهم. وللاسف كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يفرج عليهم هادشي اللي كاين ان شاء الله بحول الله. شكرا.